السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. متشكرة كثير على 3000 مشترك، ويا رب أكون عندي حسن ظنكم. وشكرا كمان على التعليقات الجميلة الرائعة، كروعة تواجدكم. اليوم حنعمل بسكويت اليانسون، وقبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت لو ما مشتركين في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان ما يصلكم كل ما هو جديد. وبسم الله نبدأ في الفيديو. طبعا المقادير اليانسون هي بسكويت اليانسون بسيطة وسهلة. عندنا 4 بيضات وثلاثة أكواب من الدقيق وكوب سكر وكوب زيت أو 3 إلا ربع، لا ما 3 إلا ربع، أو كوب إلا ربع سمنة. لو هتعملي سمنة تعملي كوب إلا ربع، ولو زيت هتعملي الكوب كامل لأنه السمن تقيل صراحة فما حبيت أعمله. وطبعا اليانسون 2 ملاعق يانسون، ممكن تعمليه حب يعني تحمصيه، أو ممكن تعمليه باودر. أنا صراحة بعمله باودر لأنه عيالي ما بحبوه يكون حبوب داخل البسكويت. و2 ملاعق فانيليا و1 ملعقة باكنج باودر. باكنج باودر صراحة مهم لأنه بيديه هشاشة وبيكون جميل صراحة مع الشاي. ويلا بسم الله نبدأ في المقادير. يلا نبدأ على بركة الله. في الأول بنضع البيض، بننزل عليه بكوب السكر والفانيليا ونضربه لحد ما يعلو معانا. السكر الفانيليا 2 ملاعق فانيليا ونضربه لحد ما يعلو. ملاحظين الخلطة علت معاي، وأحاول أحافظ على الهواء فيها عشان ما تتأثر هشاشة البسكويت بعدين. يلا بعد كده خلاص هنضع عليه الدقيق. بس في الدقيق أكون وضعت 1 ملعقة البيكنج باودر و البيكنج باودر، وأكون وضعت عليه هنا ده الدقيق، عملت عليه البيكنج باودر و2 ملاعق يانسون وذرة ملح، نقلبهم مع بعض وبعد كده نضيفهم نبدأ نضيف الدقيق ونقلب ونحافظ على الهواء الموجود في خلطة البيض أحسن أضعه مرة واحدة عشان أقدر أصور. يلا بعد كده أقلب شوية شوية وأحاول بقدر الإمكان أحافظ على الهواء الموجود. معلش كررت كم مرة حقت الهواء دي، لكن بس فعلا هي مهمة صراحة، لأنها بتفرق في الطعم وتفرق كمان في الهشاشة. أقلبه وأرجع كده. خلاص العجينة اتماسكت. طبعا لا بتكون عجينة يعني سائلة ولا هي قوية، وسط. بعدين مهم جدا انه في صينية الفرن اعمل حوالي 3 ملاعق زيت عشان اقدر اثبت بها العجين في الصينية. وحاجة مهمة تانية انه البسكويت هو طبعا بيتحمر على مرتين. المرة الاولى بتدخليه الفرن بياخد لون ذهبي من فوق بيطلعيه، المرة الثانية بعد ياخد راحة شوية كده، بعد داك بتدخليه مرة تانية عشان شنو؟ عشان تتقرمش كده. خلاص طلعته من الفرن بعد اخد وش ذهبي،
وهنخليه شوية بعدها نقطعه وندخله كده خلاص. بعدها نقسمه حسب المقاس اللي احنا عايزينه وننقله لصينية تانية ونقلبه على، طبعا نقلبه على الوجه التاني كده. بسكويت اليانسون صار جاهز بعد ما قلبناه على الوجه التاني عشان يتحمر. وبس ده كان الفيديو اليوم، اتمنى انه ينال اعجابكم، وما تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو تاني.